ايه في ايه يا بيت؟ افنجينا وصل والواد براء بره بيغلي وشكلها هتبقى ليله تاني. الواد بره سكران تينا وحالته كر. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره وتنه يهري وينكت في نفسه. خميس استحل اللعبه وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقه والحمقه واخداه، والخمره هوله والليله طويله. ربنا يستر. والهم متنال، تكره تحب تخبي وتدال، وتشيل همومك وعن تحميل اللي بايع واللي شال. حب داري اكره وداري، لازم تعيش والهم متداري، ونشيل همومك انت بتضحك يا خميس، ده الواد خارج الشر بيتنطط من عينيه، شكله مش هيعديه. والله بقى اللي يمشي شمال يستحمل تقليب النور. انت بقيت عامل عقده للواد ده، مره تعوره ومره تحزمه وتنقطه، مش عارفه المره الجايه هتعمل فيه ايه. اصلح غلطتي واتجوزه.
هذا الكلام جه على الجرح. لم الدور يا خميس، مش طالبه تسيح. ها يا حبيبي يا حبيبي. يلا حبيبي اقوم انا عشان لسه عندي نمره تانية. بالسلامه يا جديد، بالسلامه. انتوا بعينا ربنا. بقول لك ايه؟ ايه هتروح معايا مش كده؟ ليه الليله دي ليله المتر؟ ما اقدرش احرمه من حقه الشرعي. عريس بقى يا ستي. يلا بالاذن. وراك وراك وراك. هزر هزر هزر، شوف مين هيخرجك من البلاوه بتاعتك. احلى بيره الاحلى يا فندينا. انا مش فاهم ايه غيتك في دماغ البيره دي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا ابني البيره دي الشعير ومفيد جدا للكلوه. اه فاكرين الدكتور اللي قابلناه ده اللي قال سهر معانا وقال لك الضرورات تبيح المحظورات؟ اشربوا بيره، البيره مفيده للكلوه صح؟ اه اهو يعني علاج كمان. بس انت عمرك ما شكيت من الكلوه يا فندينا. الوقايه خير من العلاج ولا ايه؟ 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 الوقايه ايه؟ لا 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 الوقايه ايه؟ خير من العلاج. الروبوت هنا. ما انا كنت بختبرهم. نتالا نتالا نتالا. افتح يا افتح. ابني ابني يا ايه اللي جراله يا كبير؟ تقل في الشرب لحد ما سابت مفاصلك. يا كبير في ايه؟ المعلم براه مش لازم يروح الكباريه ده تاني. ما تنجز اطرش في بطنك من غير لك قول خلص. خميس افندينا علم عليه وخلاله مؤاخذه مسخه وسط الخلق. وتعارك معاه تاني؟ يا ريت يا كبير، ده حزمه ورقصه ونقطه والمعلم براه زي ما انت شايف مع مش شرب. اه يا واطي يا ابن الكلب. لا حفظته أمرك يا كبير. خلف عار. تقديرك يا خميس. شرف الغريب ورحمته لقديرك يا خميس. يا أخي تنيل كانت 60 نيلة. ابني إيه؟ ابني إيه؟ تقديرك يا خميس. مضمون ازاي بقى يا دكتور مغاوري؟ اصل امبارح يا باشا قلبته في كمين كده من واد فرفور، يبقى اكيد اصلي. يا نهارك اسود، انت بتقلب الحرز؟ انت اديتني الامانه يا باشا. وده بتاخده بقى كل يوم؟ ها لا باشا كل يوم ايه، ده وقت اللزوم بس. اه الجماعه يعني. هعمل ايه يا باشا، الحمل بقى تقيل. يعني ايه؟ يعني يا باشا الواحد ما بقاش لاقي حتى اللقمه عشان يتقود بيها اليومين دول، هنعمل ايه؟ وده اللي بتتقود بيه بقى بدل اللقمه؟ اتفضل يا باشا. استنى استنى. شكل الحكاية ولعت على الآخر ما بين عيلة أبو سنة والنوح. مالك يا باشا؟ في حاجة؟ في حاجات يا علي. حاجات كتير قوي. تاخدوا بعض انتوا الجوز وتطلعوا على بجاش المر وتقولوا له على اللي اتفقنا عليه بخصوص حدوتة بدران. بخصوص حدوتة مين؟ بدران. عايز الموضوع يخلص في اسرع وقت ممكن ومن غير نقطة دم واحدة. من غير ايه؟ نقطة دم واحدة. انا خدت صورتها من متر بدران وخدت سيرب. حلو، اطلع بقى على هناك واديهم له وهو هيتصرف. مش عايز حد منكم يتلطف فيها. اه احنا داخلين على مصلحة خطيرة ومهمة ومش طالبة لمش. طمن معاليك. سلام سلام. يلا اتكلوا على الله، امسكوا ايدين بعضيكوا وانتوا بتعدوا.
صباح الخير يا خميس. كله خير. انت بعت الزوز والمطلي في حته؟ لا مصلحه صغيره ومش هيعوقوا. انت عايزهم بس عشان يبصصوك على الترتيبات اللي عملناها للسفريه. هنبص ولو ان بعديك يا خال ما ينفعش حد يبص. كان زمان بقى. عيب يا خال ده انت الاصل. قهوتك يا سيد المعلمين عملتها لك بايديا دول بميه ساقعه على نار هاديه لما خلاص استوت. طب خلاص متشكرين، روح انت يا شوق. طب مش لازمك اي حاجه؟ مش لازمني حاجه يا شوق. يوه نسيت اصبح على افندينا. صباح الفل. صباح الخير يا مرات الخال. ايه مش صبحتي؟ يلا بقى ورينا جمال خطوتك. انا قلت يعني يمكن يكون لازمكوا اكله بعينها، ولا نفسكوا رايحه على حاجه حرشه، ولا حاجه سمينه ترموا بيها عظمكوا. جرايه شو ما تعملي اللي تعمليه. يوه هو انت يا اخويا على طول قافش عليا كده؟ شاهد يا سي خميس خالك على طول قاسي عليا كده يرضيك؟ يتوب علينا ربنا. يسمع منك يا رب. نسوان دلعها مرق. انت تحمد ربنا ان مراتك خارصه. كانت لازمك قوي يعني الجوازه دي يا خال. ها؟ هي تبان كده انما هي والله غلبانه ومن كسره. ما هو باين انها من كسره. انا سمعت انها هجت من البيت بدل المره اتنين. اه بس بترجع. نعم. ربنا يكفيك شر ربطتك بحرمه. تعرفش يا اخي زي ما تكون عامله لي عمل. اه والله ساعه ما تسيب البيت احس ان روحي بتتسحب مني ما تعرفش ليه. طب اشرب القهوه. اشرب اشرب حاكم القهوه ما بتبرد بتصيص. اه يتوب علينا ربنا. هاتها جمال يا رب. يا حلاوتك منك له يا حلاوتك. افندينا رجع الملعب واتطمنا على الكاس. كان بودنا ان احنا نقوم بالواجب دوت، لكن افندينا كان ليه راي تاني. اللي انت بتقول بقى يا كابتن. افندينا كوتش محترف وعارف مركز كل واحد فينا ايه. طول عمره ما يحبش الاحتياطي. قول له علم وينفذ. حصل. وقلنا له قبلك سلام. سلام. مطني. نعم. عالجوا احسن يعديك. ثانية رش مطهر بسرعة. ترجعت للبلاوي دي تاني؟ انت مال اهلك انت؟ يا براء انت كده هتموت نفسك. ده احنا ما صدقنا انك تبطل. ابطله؟ ما بطلوش. مالكيش فيه يا ابني. انا خايفه عليك. بتبلي رقابتي بكلمه حلوه. يمكن احس ان انا متجوز ولا حاجه بدل ما انت منشفاها علينا كده. يا بنت ليني شويه، حني شويه. حرام عليك يا مطر. برا قريبا اخيك يا ابني. انت تشمني ولا يا معلم؟ ترجعت تضرب تاني؟ انا ما بضربش يا معلم، دول شوية زكام يعني عشان الشرب. عارف لو رجعت زي ما كنت انا مش هدخلك مصحة ولا هدور لك على عليك. انا يا دوب هرميك بين الضريبة تبقى خدام القعدة بعد ما كنت المعلم. هو كله بكيفك يا معلم. أنا بعمل كده عشان أبلع اتفاقك مع الباشا وأعدي لك موضوع أفندينا. ريته بكيف يا ابن النوح. أنا عارف إنه مش بكيفك يا حاج،
ده كيف الباشا يا قد. افهم افهم، احنا مهما كنا كبار في الاخر قد كده قصاد ناس تانية. الناس دي علشان يسيبوك تاكل عيش لازم تبقى تحت طاحهم. يا دايرة كبيرة قوي، أكبر من الدنيا ذات نفسها. وعلى رأي المثل يا معلم، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، وده مش جديد عليك. المرة اللي فاتت حطيت ابنك تحت رجلين الكل وراح فيها، يا ترى المرة دي هتحط ابنك التاني تحت رجلين مين؟ ربنا ما خيبش ظني فيك يا بدران، وطلعت راجل بجد ورفعت راسي قدام أهلي وقدام الدنيا كلها. وحياتك يا قلبي هفضل العمر كله خدامة تحت رجليك، وابنك ولا بنتك لازم يطلعوا زيك، وهفضل طول عمري احكي لهم عن شهامة ورجولة أبوهم، وأقول لهم ما يصدقوش كلمة واحدة وحشة تتقال عنك. بدران أنا بحبك قوي. وأنا كمان كنت بحبك قوي، ولسه ده أنا من كتر سعادتي عايز أتجوز تاني. وفي أحلى من الجواز؟ عارفة أنا من مكان هنا بنصح كل صاحب مكتب إنه يتجوز السكرتيرة بتاعته عشان يجيبوا موظفين صغيرين. يلا بقى انزلي عشان الناس زمانهم جهزوا مستنينك. ناس مين يا حبيبي؟ الزباين، الزباين زمانهم على وصول، ومش معقول هيفضلوا مستنينك لحد ما تنزلي. ما انا فهمتك الزباين تقال مش عايزين اي حد يشوفهم عندي، وانا فهمتهم ان هبقى لوحدي. يلا بقى انزلي. طب يا حبيبي انا مش هعطلك اكتر من كده. يا ريت. لا اله الا الله. باي باي. محمد رسول الله. خرجت خلاص. بسيد الناس. لا 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 اتفضل جوه يا معلم. وانا بقول لنفسي الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه، وبقول الكباريه منور بتشريفك يا معلم، وبسأل نفسي الكباريه منور ليه، اتاري المعلم النوح ماشي عليه. اتفضل نورت المكان يا معلم. ازيك يا بيضون؟ عايشين بحس اللي زيكم يا سيد الناس وعم العالم.
شلبي أمرني. أحلى ترابيزة على البست للمعلم النوح. حساب الترابيزة كلها على حساب المحل اللي يؤمر بيه يفكر فيه دست منه تحت رجليه. الترابيزة الملوك المستكوف المستكان يصل سيد المعلمين. لا أنا مش جاي على الصهر. لا لا أنا كده هزعل يا معلم. يبقى نجيب إزازة ونشربها نغب تشريفك لينا بالسلامة بالتلج والصودا وأحلى مزة لسيد المعلمين. برضو لا لا زازة ولا يحزنون. أنا عايزك في كلمتين لوحدين رملت جو يا شلبي. أنا ورا الببلة وعوز تاني. مرني يا سيد الناس وعم العالم. ينفع اللي حصل لابني في محلك ده يا ملط؟ ينفع تبقى دي آخرتها؟ تصدق وتأمن بالله يا معلم؟ شبك ايدي في ايدك كده وتشبيكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا كنت برا المحل بقضي مصلحة، لما رجعت هنا حكولي وتأثرت، انما انا لو موجود كنت خدت حقه تالت ومتلت. ده مين؟ ده براء النوح ابن سيد الناس وعم الجمال كلهم. اسمع يا ملط، حق ابني انا ممكن اخده الليلة، فاهم؟ الليلة واللي حصل ده تضيع فيه رقاب، وفي غمضة عيني كان ممكن أول محل ده يبقى كوم تراب قضاء وقدر، لكن إحنا في مركب واحدة والكل بتشعلق في عرقوب التاني. عشان كده أنا جايلك لغرض محدد. مرني يا سيد الناس وعم الجمال. اشوف الباشا يا لهوي بالي قلب يجرالي لو عدى بس عليا بتهو بنسى معرفش حتى فين راسي من رجليا. تعالى تعالى في حضني تعالى تعالى بعدك قلبي في حالة. تعالى تعالى في حضني تعالى ما تيجي تعالى بعدك قلبي في حالة. تعالى بقى ما تيجي بقى تعالى بعدك قلبي. مش قادرة دماغي هتفرقع. ايه برضو الصداع يا أبلة؟ ايوه يا اختي الصداع، ما بنامش خالص، هنا سهر لغاية الصبح، يا دوبك الحق انام لي ساعة ولا ساعتين في البيت واقوم اشوف اللي وراي، مش عارفة اعمل ايه. يلا نجري هاتي لي كوباية قهوة ولا حاجة تصحصحني شوية. لحسن خميس ممكن يغير رأيه ويجي، عايزة ابقى مفوقة. وهي القهوة بتضيع الصداع يا أبلة؟ دي بتزوده وبتهلك الصحة على الفاضي. امال اعمل ايه يا ست الدكتور؟ تاخدي لك نص حباية من الأحمر ده هتوهوجي وتصهليلي وتقفي دادابان زي الجندي في الميدان ولا تحسي بحاجة أبداً. خدي يا ستي. لا يا ماما ماليش في البلبعة. بلبعة إيه؟ أنت مفكراها حبوب هلوسة من بتاعة العيال دي؟ دي حبوب متجربة والكل ماشي بيها. هما الألاتية اللي وراكي بيطبقوا بالليلتين إزاي؟ ما هم الأحمر دوا. جربي جربي، سمي ودوسي وعلى ضمتي. هاتي يا منيلة. أيوة يا ستي دي هتخليكي فلة. بسرعه الميه عيني دي طعمها وحش قوي. وحش ايه يا ستي؟ دي حمرا وجميله يا مانجا. انت يا حال الله يخرب بيتك. خمسه وطيري. الحقنا يا باشا الحقنا، احنا كده هيبتنا هتروح وسط الخلق وانا قافل بقي بمين جزمة عشان خاطر عيون سعادتك والامر اللي ماشي على رقبة الكل. اهدى بس يا نوح. اقعد اهدى. اهدى ازاي بس؟ والواد بيرجع لي كل يوم والتاني معاها من افندينا وانا ماشي جنب الحيط يا باشا. كافي خيري شري، بس برضه احنا كبار واللي بيحصل ده كتير. ابنك هو اللي بيجر الشكل يا نوح. الواد معذور يا باشا، محروق عشان ترى خود انا ماسكه بالعافيه، بس بقى فندينا هو اللي سايق فيها كل يوم والتاني يعوره ومره يهزقه وسط الخال وينقطه. الله، ودي مش وصول يا باشا. عايز تسمع نصيحتي يا نوح. يا باشا نصيحتك خريطه نمشي عليها كلنا. ابعد ابنك عن خميس لو عايز تفضل كبير في السوق. هاي يا عمروتي. اهلا يا حبيبتي. سلمي على انكلك نوح الاول. ازيك يا انكل؟ اهلا وسهلا.
اهلا اهلا اهلا. كل شريف فريدة. شوف كبرت ازاي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ايوه كده. خلي النهار يطلع والشمس تبان. يا ما شاء الله. اللهم لا حسد. اللهم لا حسد. يا كان نفسنا نتعرف اكتر عشان البركه تزيد. اعزمي انكلك نوح على الحفله بتاعتي. لازم تيجي يا انكل. ان شاء الله. عبال الليله الكبيره يا بنتي. ان شاء الله. انا عايزك في حاجه. خلص كلام بس مع انكل نوح وبعدين نتكلم. يعني استناك هنا ولا اطلع اوضتي؟ شكلك خارجه. خلصي يومك وبعدين نتكلم بالليل. انا خارجه طول اليوم مع اصحابي. وانا بشوفك اصلا؟ بيكلميني في تليفون طمنيني عليك. يبقى شد ودن ابنك يا نوح عشان يفهم. انا مش عايز شغب تاني. وما فهمش شد ودنه تاني. انا مش عايز اتدخل لغايه دلوقتي. هما يا رجاله مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. هاو ممكن نطيرهم. عينيا. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله مفيش وقت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فندينا. هنشاور البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي. أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة؟ الله. أيوه أمال إيه؟ زوز هات كرتونة فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونة دي طبقتين. طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل. وفي النص هنشاور البضاعة. يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معزل وبس. وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا. يعني لابسينها لابسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك. هلا يا فندينا دي عملها متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال. لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومة بقى عندها حاجات حديثة. لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح. مار يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى. الشغلانه دي عايزه واحد نبيه. عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز. قومر يا فندينا. هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانيه تحت وفوق منها ترص البضاعه وفوق منيهم تحط صاجه تانيه انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال. اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس يعني كابس. لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله. محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل اكل عيشنا. ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج. واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج. وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو. يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل. يلا عشان نازل الكراتين. تعال. واوعى تحطها. نوني. خد يا ابني. خد يا زوز. ناوي. يلا هم يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو. يلا ايه يا شو؟ كنت فين ده كله؟ انت مش عارف ان انا مسافر؟ عارف بس كنت بقضي مصلحه وخلاص رجعت. طب يلا يا اختي خالي. هدخل بس انت بالراحة على نفسك شوية أعصابك. محمد رسول الله. جاهز يا خال؟ جاهز يا فندينا. خلاص نويته؟
ربنا معاك ويوقف لك ولادي الحلال ويبعد عنك الشر وكل عين بصلك برضي. أمانة يا أم، ما تنسي تاخدي الدواء في ميعاده. أنا دوايا يا ابني إنك ترجع لي ناجح ورافع راسك ومرجع اسمك للسوق تاني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع ناجحين ومسؤولين. ما تقلعيش على خميس يا حاجة، إحنا كلنا في داه وفي ظهره. ربنا يحميكم من العين يا عمر. يلا بينا يا قمر. اهلا 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 بريحة الحبايب وريحة اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم، مش هتعايل البضاعة عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعة أمور يا كبير. عد رجالة المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزيادة. حصل يا كبير. طول عمرك أهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش أي مخلوق على الأرض يحس إن أنا ليا أي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت أول مرة؟ بس المرة دي بقى غير كل مرة. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطني خسف. العبها من أبعد حتة ممكن تطولها. مش لازم اي حد من رجالتك يبان فيها. ما انا مش عاوز اسيب اي فرصه لاي غلطه مش محسوبه. اعتبره حصل. حس كده ده مش خساره فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، الهي يتسرق منك. بتقول حاجه يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، ملناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان هيجرى ايه لو سيبنا رجاله الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا؟ كم كدابك يا خال. البضاعه دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس. خليها على الله. قول على الله رزقنا. كتر جمال يا رب. تظبط الشيشة؟ الشيشة زي كل يوم يا كبير. طابور من وشي. تحب اغيرها لك؟ قلت لك قول قول. لا كسر على دماغك وافتح لك فتحة تانية. امرك يا كبير. امشي. امرك. القهوة يا كبير. أنا بقى هظبطها لك بإيدي. شوف كده. أنا شفت. شفت بالقوي قوي قوي قوي. وإيه رأيك؟ سبحان الله، الشيشة ظبطت على الآخر. إيديكي فيها سحر. أنت واقفة بعكرة ليه؟ ما تقربي شوية، أنا نظر ضعيف ما جيبش من هناك. ما تجيب رجلك. تعملي إيه؟ هعمل لك حاجة حلوة.
ايه رايك؟ والله ظبطت قوي. هي ايه؟ الشيشه؟ لا رجلي. طب وكده يا بنت بغير. لا 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 انا بغير اصلا. طب تعالى بس اخليك تغير. يا بنت بغير ما تخليش علي صوتي. الله الله الله. وبعدين معاك خلاص خلاص حد يسمعنا. طب بالراحه بالراحه بالراحه. ايوه ايوه الله حلو كده. حلو غير بقى. مش وش يا بنت مش وش. قربي شويه اهو. معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خالي.